حياكم الله مشاهدينا الكرام، موجودين معكم اليوم في مدينة خرفكان، تحديدا شاطئ مدينة خرفكان. راح ناخذكم في جولة بهذا الشاطئ المميز اللي يعتبر عامل جذب سياحي ومن أهم الوجهات السياحية لمرتادي مدينة خرفكان، لما يشكله من تنوع حضاري وتنوع من الجانب السياحي وكذلك الجذب البيئي. اليوم يتميز هذا الشاطئ بوجود هذه الأركان وهذه الأقسام المخصصة فيه اللي دائما تساهم في جذب الحركة السياحية للمدينة والمنطقة الشرقية، كون مدينة خرفكان تقع في المنتصف ما بين كلباء ودبل الحصن وكذلك إمارة الفجيرة. راح نكون معاكم اليوم في هذه الجولة في مدينة خرفكان، تحديدا شاطئ مدينة خرفكان، واللي يسأل عن عمر، عمر موجود في برج الرابي، راح يكون هناك أيضا في جولة جميلة، خلكم ويانا. يا مرحبا بكم واسعد الله اوقاتكم. مستغربين اكيد اليوم الزي اللي انا فيه، ولكن ابشركم اليوم نحن موجودين في مكان سياحي تراثي يخبرنا عن الكثير، وهو شاهد من الشواهد التاريخيه في مدينه خرفكان. اليوم نحن موجودين معاكم في برج الرابي، برج الرابي اللي هو اصبح الان مزار ووجهه سياحيه للجميع. راح نلتقي باحد الاشخاص اللي كان ايضا هو صديق لهذا المكان وراح يخبرنا عن تفاصيله، وبعدها راح ننتقل للمغامرة والتشويق وكل شيء مسلي على مسير جبلي مميز في هذا المكان، وراح نوصل معاكم إن شاء الله للقمة، وراح يكون برفقتنا ناس مميزين يعلمونا كيفية المسير الجبلي بالطريقة الصحيحة. تعالوا نشوف معاكم وين راح تأخذنا هذه الحلقة. مشاهدينا كما ذكرنا على امتداد شاطئ مدينة خرفكان، هذا الممشى الجميل المميز وكذلك شاطئ المدينة، وبفضل توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، اللي أمر بتطوير هذا الشاطئ وأمر بتطوير شاطئ مدينة خرفكان يكون متنفس جميل للعائلات والزوار من داخل المنطقة وخارج مدينة خرفكان. على يميننا الشاطئ وعلى يسارنا هذه الرقعة الخضراء الجميلة وكذلك المباني المميزة ذات الطابع الفريد، إضافة إلى أيضا وجود المواشي المطاطية، فيمكن أيضا للرياضيين أنهم يمارسون رياضاتهم وهواياتهم بكل أريحية وسهولة. مشاهدينا طبعا اللي سألان عمر مثل ما ذكرنا في البداية هو في برج الرابي، لكن تحديدا عند هذاك الجبل، جبل الرابي. راح نشوف وين راح وراح نشوف شو صار معاه اليوم في جولته في أحداث هذه الحلقة، خلكم ويانا. مساك الله بالخير يا ابو احمد. مساك بالخير يا مرحبا استاذ، علومك بشرنا عليك. ولد مرحبا، مرحبا استاذ. يا حياك الله من زمان ما تشاورنا وياك. والله اليوم التقينا شخص يتكلم عن التاريخ وشاهد على التاريخ. نعم، هذا الجبل طال عمرك جبل الرابي التاريخ. انا اشهد. تاريخ عند الشيوخ وعند المسؤولين وعند العسكر اللي كانوا فيه، واحد منهم خميس بن احمد عسكري. انا اشهد، عشان هالسبب نحن وياك اليوم. يا مرحبا استاذ. ابو احمد نحن ان شاء الله بنسير لقمه الجبل هذا، ولكن نبغيك تخبرنا عن برج الرابي. نعم. ليش سموه برج الرابي اول شيء؟ هاي رابي البلاد. هي. اسمه الرابي، هذا الجبل الرابي. هي. رابي البلد طال عمرك، رابي الشرق وغارب مكان اي مكان. يا سلام. وكان ماشي بيوت هنا. هي. البيوت كلها هنا هالمكانات تحت هنا. وهنا البوابان يسموها. هي. زين، واللي يجي من يقدم من عقبه الخور الرابي، هذا رابي ايش هذا صديق عدو يرابو يعطي خبر. هي. يعني الرابي ماخوذ من كلمه ربوه اللي هو المكان المرتفع. المكان المرتفع. هي. هذا ارفع شيء هو هنا بهالمكان هذا، هذا ويرابي الناس. هي. ويرابي السائر والجاي، تكرم اللي على حمار واللي على مطيه واللي. هي. على ريوله ويمشي. زين ابو احمد، هالبرج متى مبناي؟ مبناي سنه 1333 هجري. 1333 هجري. هجري ما شاء الله. هي. طبعا هالتاريخ مكتوب على صخره موجوده في. نعم، موجوده. هي. موجوده مكتوب عليها. هي. ومكتوب عليها الاسم حمد بن مايد. حمد بن مايد. اي نعم، هذا هو الشيخ الاولي حمد بن مايد. يسأل. ومن بعده سعيد بن حمد. هي. ومن بعده حميد بن عبد الله، ومن بعده حمد بن سعيد. يا سلام. وعقب صقر بن سلطان، وعقب حياه خالد.
الله يرحمه. وبعدين الشيخ سلطان الله يخليه. الله يحفظه. الشيخ سلطان ما يود الله يبارك ويخليه. الله يخليه. زين ابو احمد، انت من متى في هالبرج؟ متى مسكت الحراسه وكنت عسكري في هالمكان؟ يعني اخر الستينات. يعني يقولون ليه هالوقت انت تحرس هالمكان؟ لا الحين انا ما احرس، لكن لين مده شوي. هي. وبعدين قالوا ما يبوا. هي. حرسنا قالوا ما لازم يكون تتعب وتسير وما توصل سياره. صح. نشيل بندقيه ونشيل ماينا ونشيل اكلنا قهوتنا كله على كتوفنا. صح. واحنا اربعه. هي. انت ناخذ 24 ساعه ونقحم 24 ساعة. أربعة تتناوبون على حراسة البرج. أربعة. اثنين دوام واثنين في بيوتهم. هي. يوم أنت في الدوام ويوم ربيعك في الدوام. هي. هالشكل. اليوم هذا عندك رخصة أنت تسير وين تبغى. صح. والصبح تتبدل ربعك، ما يظهرون من ربعك. تتناوبون عليه في الحراسة. نعم. زين. أربعة احنا. زين. أبو أحمد هالبرج في سنة من السنين كان مو موجود. وجزاه الله خير حاكم الشارقة عاد ترميمه وبناء من أول وجديد. جديد سووه عدلوه. كان متشش. كان محمد المدفع. كان في الشرطة. يوم أول ما جت الشرطة يو خدمه وسواه مكان وقال يلا نباكم أنت. تاريخ. إحنا عاد عقب اللينة. عقب ما رممول هذا وسووه والبركة ما هاي البركة. البركة غير البركة بيص. هي. وسوى مثل هذا يومي الحجر ينترس. يعني البركه هذه ما كانت بهالطريقه. لا كانت شوي مختلفه. مختلفه بركه هالشكل وسواه يبيص. هذا يص يسوي مثل السميد يحرقوه ويدقوه ويسوي يص ويوم اي المطر تنترس. ابو احمد الصعوبه في هالمكان كانت مو بسيطه. لا ما بسيطه. حتى الباب ما شاء الله الباب ترى صغير. صغير. ومرتفع. مرتفع. كيف كنتوا تصعدون؟ حبل. 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 حبل من تحت لين الباب. نقبض بالحبل. هي. ونظهر على الرمص. هي. ورزال لين ندخل داخل. كانت الدنيا صعبة. ومن تصعدون داخل تجرون الحبل داخل. تجر الحبل. هي. ما نخليه ما حد عاد يقدر يدش. يا سلام. ويوم كذا نظهر فوق. هي. نظهر فوق والرعى بالمكانة. يا سلام. تشوف خوفها كان بكبرها. بندقية محطها حولي. الله الله. متروسة. زين. أبو أحمد. نعم. نحن شوي نبى نجرب هالصعوبة وعندنا المسار. هذا المسار من هنا يبدا من بدايه البرج الى القمه. ايه. تهقى بنوصل؟ توصل باذن الله. بنوصل؟ بنوصل. مسار مهيئ ما شاء الله. يمكن يوصل يمكن ما يوصل. انت لا اكيد بتوصل. لا ما جرب ويانا؟ قرب لين هنا شوي وبرجع. زين ونحن بنكمل عنك. ايه شباب. انا شباب. ايه وابوي الشباب. لو زمان اولك عم بروح عنك. انا اشهد والله انا اشهد. اذا كان تغير. بندقيتك عندك لا خلاص الامور تغير. الحين نسير اربعه؟ اي والله زين. يا رب يحييك. يلا. يلا خلهم يجوا بعد كم يجوا. طبعا مشاهدين احنا حاليا على امتداد الممشى المطاطي في مدينة خرفكان وشاطئ مدينة خرفكان. هذا الممشى اللي يعتبر ملاذ للرياضيين ومحبي الرياضة وكذلك العديد من الرياضات يمكن ممارسة رياضاتهم على هذا الممشى وتقام فيه الكثير من المسابقات الرياضية. فنشوف اليوم الزوار مستمتعين وكذلك اهالي مدينة خرفكان مستمتعين بهذا الممشى المطاطي اللي يعتبر المكان الرياضي المميز. رحلتي اليوم في مسير الرابي ما راح أكون فيها بروحي، راح يكونون معي ضيفات مميزات راح يشاركوني هذا المسير، ولكن ضيفاتي وينهم لهذا اليوم؟ عمر كيف الحال؟ مرحبا نرجس ومرحبا أهلا. رباب أهلا ما شاء الله من متى هني؟ موجودين الحين من فترة نترياك. موجودين متحمسات؟ متحمسين أكيد. راح توصلون للقمة؟ أكيد. تقدرون؟ انت بتقدر؟ انا اقدر على فكره اسير مرتين وارد في نفس الوقت بدون استراحه. شو رايك عيل انا اقدر اروح وارجع طول الليل. متاكده؟ متاكده. تتحدين؟ اتحدى. نرجس؟ اتحدى. معاها؟ معاها. يا انا يا هم اليوم نبدا جولتنا؟ يلا يلا.
مشاهدينا طبعا في شاطئ مدينة خرفكان هناك ما يميز هذا الشاطئ بوجود الجزر المطلة على شاطئ مدينة خرفكان، منها جزيرة القرش وجزيرة دبا. كل جزيرة يميزها نوع معين من أنواع الطبيعة البحرية والحياة البحرية كالشعب المرجانية وكذلك أنواع مختلفة من الأسماك التي تعيش في هذه الجزر. إضافة إلى هذا وذاك يمكن لزوار هذه الجزر أنهم يستمتعون بالصيد وكذلك ممارسة هوايات مختلفة كالشواء وغيرها من الهوايات. اليوم لما نتكلم عن شاطئ خرفكان وعن مدينة خرفكان فإحنا نتكلم عن وجود كافة الخدمات السياحية المتنوعة سواء كانت بحرية أو برية، إضافة إلى سهولة الوصول إلى هذه الجزر بوجود كذلك القوارب والمراكب المخصصة لنقل الزوار إلى هذه الجزر والاستمتاع بالطبيعة البحرية والجزر اللي تحيط فيها طبعا البحار من جميع الاتجاهات، وأيضا هدوء المكان وكذلك الطبيعة المميزة في هذا المكان والاستمتاع بصوت أمواج البحر. فجميل شاطئ مدينة خرفكان خاصة في هذه الأجواء الجميلة، وأيضا لإجازة الأسبوعية وعطلة نهاية الأسبوع يمكن للزوار التمتع بها. فاليوم نلاحظ وجود الزوار سواء من داخل مدينة خرفكان أو من خارج مدينة خرفكان نظرا لسهولة الوصول إلى مدينة خرفكان في الوقت الحالي بوجود طبعا طريق الشارقة خرفكان الجديد، وأيضا وجود كافة الخدمات والمرافق الموجودة اللي يمكن تسهل للزائر أن يوصل لهذا المكان. زين خبرني عمر، كم مرة جيت الرابي؟ شوف انا ما احب اتكلم عن انجازاتي وايد وعن امجادي اللي حققته في حياتي في المجال الرياضي، ولكن برج الرابي انا اتوقع اني صرتها مرتين ثلاث مرات. عمر الطريق الغلط هذا على فكره، هذا الدرب. لا هذا الطريق الصح. انا اقول لك جاي هالمسار ثلاث مرات. انا جايه اكثر. اكثر من ثلاث مرات؟ اكثر. كم؟ اكثر حتى من 10 مرات. متاكدين؟ متاكدين. برجع بسالكم، متاكدين؟ متاكدين. على مسؤوليتكم؟ على مسؤوليتنا. مشاهدينا طبعا يتمتع هذا الشاطئ بوجود الخدمات الكثيرة مثل ما تشوفون حاليا بين هذه المرافق، وجود الألعاب وكذلك المطاعم وغيرها من الخدمات الكثيرة اللي دائما يعني تسهل على الزائرين هم يزورون هذا المكان والتعرف على جمالياته وأيضا قضاء أوقات ممتعة ومميزة في شاطئ مدينة خرفكان. إضافة إلى ذلك وجود مواقف للمركبات وكذلك الكثير من هذه المواقف، إضافة إلى أيضا الدراجات وغيرها من الأمور اللي دائما ما نراها في هذا الشاطئ لراحة الزائرين وكذلك تسهيل الزائرين أيضا من عملية الوصول إلى هذا الشاطئ. الخدمات كثيرة والمرافق كثيرة ومميزة، إضافة إلى لوحة وتحفة معمارية جميلة تحيط فيها الجبال وكذلك تحيط فيها شواطئ مدينة وشاطئ مدينة خرفكان. نتعرف معكم في هذه الجولة على هذه المعالم وعلى هذه المرافق، وإن شاء الله نحاولنا يعني نوفي هذه الأماكن المميزة والجميلة. أنا جيت كم مرة بس أنا على فكرة كنت أختبركم. هي اختبر. صح. كنت أشوف أنتم بتعرفون صدق ولا. وعلى فكرة تقلتوا لي أنكم كنتوا تدربون على هالمسار عشان تسيرون كلمنجارة. صحيح صحيح. شو المعلومة خبروني، شو الفرق الكبير ما بين الرابي وكلمنجارة؟ هو أنت قبل لا تروح أي جبل خارج الإمارات لازم تتدرب في الإمارات. يا سلام. فكانت أحد تدريباتنا إن نحن نحضر هني في الرابي ونتدرب على الرابي. ممتاز. نتسلق ونجرب يعني المسير الجبلي كيف ممكن يكون. ممتاز. طبعًا برا يفرق لكن حلو إنك تجرب. صح. حلو. واللياقة بعد أهم شيء. أكيد. ما أدري اكتسبتوا اللياقة من هالمكان نرجس؟ هي. إيش كثر؟ وايد. بس أكيد فرق عندكم في كلمنجارة. صح يعني هني غير عن كلمنجارة. الفرق كان بشو؟ المسار والارتفاع الجبل. حدة المسار كانت نفس الحدة ولا لا؟ كانت أقصى شوي. هي. يا سلام.
تعالوا ادربكم انا على المسار الجبلي صحيح، شو رايكم انا اتبع هالمسار واصعدكم شي؟ تعرف ان حتى المسار اللي انت قاعد تقوله نحن حتى مجربينه اصعب منه. انا من رايي نكمل المسار احسن. يلا حياكم. يلا مهني مهني يلا مهني. يا سلام. هذه الاستراحة الأولى. اي نعم. الاستراحة الأولى في خورفكان منظرها رهيب. وبس الاستراحة الأولى في خورفكان وكبرها حلو. والله نشهد. خورفكان من وين ما تشوفينها من أي زاوية من أي مكان سبحان الله لوحة بديعة جدا. صحيح صحيح ما شاء الله. والطبيعة رسمتها قبل لا يرسمها الإنسان في تطورها ويأمر في تطويرها الشيخ سلطان ربي حفظه. يعني اليوم بما نحن في هالمنظر الجميل خلني أخبركم شوي عن معالم خورفكان وعلى ما أعتقد أنتم تعرفونها. هي بس حلو. بختبر معلوماتكم شو رأيك؟ يلا اختبر. شي جزيرة ورانا. شو اسم الجزيرة؟ جزيرة القرش. جزيرة القرش. السؤال لك. المينة هذه ما بقول لك هي مينة شو لأنها مينة خورفكان معروفة. معروفة. ولكن قبل شو كانوا يسمونها؟ 30 ثانية عندك. هذه أنت جاوب عليها شو رأيك؟ أنا جاوب عليها. هي. أنقذتك. زين. معلومة مينة خورفكان كانت تسمى قبل بندر خورفكان. لو أبو أحمد كان موجود ويانا كان أعطانا هالمعلومة. كانت هي عبارة عن بندر أو كان بندر كانوا يبندرون فيه الأوليين في محاملهم في سفنهم وكان بعد بمكان استراتيجي مقابل السوق القديم في خورفكان. لو بتشوفين أن المينة هنا والسوق مقابلها على طول يعني يعتبر متصل مع الشاطئ أو مع السيفة فلذلك كانت تسمى بندر. وغير كذا في معالم كثيرة الحين وبعد ما استحدث الكرنيش الجديد في خورفكان صار بعد منظر خورفكان بكبرها انت لو تمشي فيها كل شوي تحس قاعد تدخل في عالم اخر. يا سلام. يعني حتى الاستراحات هنا في الجبل كل استراحه تشوف مناظر مختلفه تشوف اطلالات مختلفه طبعاً. حتى قاعد تكتشف البحر اكثر واكثر من كثر ما تدخل في الاستراحات. زين خلوني اسالكم ونرجس ابغى اسالك انت في البدايه جربتي اكثر من مسار اكثر مسار انت شفتيه انه صعب ولكن كان جوه مناسب لك وحابه انك تعيدين التجربه فيه؟ جبل كليمنجارو. يعني الجو كان هناك حلو، المناظر كانت حلوه، كان صعب بس التجربه كانت وايد حلوه. والتصوير كيف كان؟ فنان. وثقتي اللحظه اكيد. اي اكيد. للامانه كلمه حق انتم رائعات بكل ما فيكم، شخصيتكم وروحكم وحتى كل شيء تحملونه معاكم في مغامراتكم او اي شيء تخوضونه في حياتكم. أتمنى لكم التوفيق فيه. أشكرك. استمتعت إني أنا تعرفت عليكم اليوم وإن شاء الله راح نجتمع في تحديات ومغامرات جديدة في أماكن مختلفة. إن شاء الله نحب استمتعنا والله يوفقك يا رب. أعتقد بس الليل خيم علينا. هي نعم. ورانا درب النزلة. ننطلق. فلازم ننتبه وإضاءاتنا إن شاء الله راح تكون موجودة وجاهزة. إن شاء الله. وإن شاء الله إن نحن راح ننزل بدون إصابات. إن شاء الله. يلا توكلنا. طبعا مشاهدينا اليوم انا مسوي مفاجاه لعمر مسوي له تحدي اليوم في مدينه خورفكان شاطئ مدينه خورفكان بلعب الطائره لكن انا قلت له انا عازم منك على قهوه في شاطئ مدينه خورفكان بي عمر بيشوف التحدي وبيشوف مفاجاته خلونا نطرش المسج بعث له هذه الرساله وانتظر الحين رد عمر وانتظر ان شاء الله وصوله ودائما طبعا يقول انا وانا وانا راح نشوف اليوم التحدي هذا شو راح يسوي فيه اليوم كانت جولة مختلفة تعرفت فيها على تاريخ برج الرابي وبعد خذنا مغامرة وتحدي في مسار الرابي الحين الغريب بأن محمد لحد الحين ما كلمني وينك يا محمد؟ خلنا نشوفه مطرش رسالة ويقول عازمني على قهوة محمد يعزمني على قهوة وبرسالة الموضوع فيه سر خلونا نشوف محمد وين واعتقد هو راح يكون في كورنيش خورفكان خلونا نروح له ونشرب معاه القهوة وصلنا الكرنيش ولحد الحين محمد ما ظهر واتصل فيه بعد ما يرد وينك يا محمد انا حاس ان في شيء وقلبي ناغزني من متى عمر
عمر. هلا. انت عمر؟ هي نعم. شو اخبارك؟ الحمد لله. ربيع محمد صح؟ هي نعم. محمد وين؟ محمد موجود. وين؟ تعال تعال حياك. لا هو عازمني على قهوه المفروض. ايه تعال حياك. القهوه في الملعب؟ تفى عليك. انت حياك تعال. مردوده لك يا محمد، يعني انا صاعد مسار. جايبني بعد العب طايره؟ حياك حياك تفضل. مردوده لك. يلا حياكم. ليش شو صار؟ براوي بردها لك. تعال تعال. شوف بلعب. طايره ولا سله ولا شو؟ بلعب كل شيء مكس. يلا. ها جاهز؟ انت جاهز؟ انا جاهز. شوف انا ابغى اقول لك معلومه. قول. انا شخص ما احب اخسر. ولا انا. ما حد يحب يخسر. يعني بتفوز اليوم؟ ميدان يحكم. زين. اليوم بنلعب قوانين ولا بدون قوانين؟ بدون قوانين. بدون قوانين. بدون قوانين. جاهز. اذا خسرنا تعرف شو راح يسوي؟ بعقك في هالبحر. ما عليك ان شاء الله فايزين. يا انا يا انت. فايزين ان شاء الله. ولا بنعقهم هم؟ لا 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 ما بتقدروا علينا. يلا بنشوف. بنشوف. يلا. يلا. عليها. ارسل. لعب. حلو. ركز. حلو. لعب. دخل. يا جماعة على فكرة محمد حطاني في ورطة ولكن أنا قد التحدي. كي. حلو خلا. كي كي كي. حلو هنا. حلو كي. كي كي كي. هاتها هاتها هاتها. يلا كم نتيجة؟ 11-5. 11-5. أبا أشوف. يلا اثبت لي إن اسمك جاسم. 6. إيه شلون بعد العب. هلك. اوكي اوكي روح حمدان تحرك. 12-12. العب. ايوه ايوه حلو. اوكي جول 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 حقنا جول حقنا. ليش 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 العب العب. لعبناها مرتين. لعبناها مرتين. هو 14 باقي لنا جولين. العب العب العب. ما بتقدرون. اثنين ازيد وحد. كيف ازيد حد؟ خلكم سته نحن ونحن اثنين. شو قصدك يعني من هالكره؟ اسمك بيتغير. العب العب. خلا اوكي. خلا حلو. هات. وهذا الجول الذهبي. روح. ايوه. بس ابغيك تعترف بان في حد اقوى عنك، والاقوى عنك كان موجود اليوم. بما ان نحن هدينا نفوس بين الفريق المقابل. هاي باين. نحن نقول اجتمعنا على الخير. نعم. على المحبة. أكيد. الشباب دائما نقول فيهم كل شيء طيب. أكيد. نتعلم في الحياة ونجتمع ودائما تكون روحنا حلوة. أكيد. وبإيجابية نجتمع في حياتنا ونتعلم الشيء الجديد. بما أن نحن كنا اليوم الفائزين ونحن تقريبا كنا مسيطرين على هذا الملعب، نقول محمد حسابه إن شاء الله راح يكون قادم في الحلقات الجاية وفي جولاتنا الجاية راح نعطيه جولة صعبة. من هذا المكان أبغي أقول كلمة لمحمد، شكراً أنك يبثني كورنيش خورفكان. مع أن الظروف كانت ما تساعد ولكن اجتمعنا في مكان مميز في مدينة خورفكان وجمعت ما بين التراث في برج الرابي ومسارة للمغامرات والتحديات وبعد في الحداثة اللي نحن نعيش فيها في كورنيش خورفكان وهذا التطور وتعرفنا على شباب فيهم الخير والبركة. إن شاء الله نشوفكم في جولة قادمة في المنطقة الشرقية وناخذ معاكم فرصة نتعرف على هذه الأماكن السياحية. حياكم الله.